تعالى بقى نروح على مين؟ على محمد محمود. محمد محمود الناس قالت لك اصل هو ما راحش المعسكر مع الاهلي، ففي قصه وازمه كبيره جدا وفي مشكله والدنيا قامت ما قعدتش، وكلام كتير جدا على محمد محمود. اللاعب زعلان؟ ممكن يكون زعلان، طبيعي، مش ممكن، ده لازم يكون زعلان. اي لعيب عايز يتالق وعايز يساعد فرقته وعايز يعمل اسم وتاريخ مع الاهلي، لما هيتم استبعاده هيكون زعلان، مع وضع في الاعتبار ان هو لسه راجع من اصابه لمده سنتين. طيب في فرق ما بين الزعل وما بين الازمه. هل اللاعب عمل ازمه؟ طب تعالوا نشوف، نعرض كده. النهارده محمد محمود منزل على ستوري انستجرام عنده صوره ليه وهو في التدريبات للمجموعه المستبعده من مباراه الغد، وهو بيبتسم اهو. محمد محمود تحت على الشمال اهو، شايف ده منظر واحد زعلان او ميت من الزعل او عامل ازمه؟ بذمتكم ده منظر واحد متضايق خالص؟ هو موجود اهو، وبيرسي تاو اللي عنده اصابه مزمنه، وجونيور اجاييه تمام، وعدد موكوكا، وكذا حد كذا حد من اللعيبه العربي، بدر موجود، فبعض اللاعبين مميزين جدا جدا جدا. فده منظر واحد عنده ازمه؟ مفيش اي ازمه، هو في اي مشكله، هو بيحترم جدا قرار الجهاز الفني وهيشتغل بشكل كبير جدا على مدار الفتره اللي جايه علشان يكون متواجد في القوائم الخاصه بمباريات الاهلي المختلفه. فدي كانت من ضمن الاخبار برضو اللي البعض حاول ان هو يصدر ازمه من خلالها للنادي الاهلي. طيب دي لقطات لمحمد محمود لما شارك في المباراه الوديه، وبصراحه تالق، عمل مباراه رائعه او الشوط الثاني رائع، وسام في ان يجيب لنا ضربه جزاء ما وفقش فيها احمد عبد القادر، فبان قد ايه ان هو لعيب مهم. واحنا ما حدش يختلف عن محمد محمود في الحقيقه، هو يعني قبل الاصابه كان ممتاز، لكن طبيعي وانت راجع من الاصابه ممكن تاخد وقت شويه. لما ترجع كمان من اثنين صليبي واحد وظروف تقريبا، فعمرك ما هتخش مره واحده، يعني مفيش حد بعد اصابه سنتين هيخش مره واحده في الماتشات. يعني كان ممكن يكون موجود عشان يكتسب الحساسيه بتاعه الاجواء بتاعه المباريات، الكلام من ده. وبالمناسبه هم هيكون موجود هو وبيرسي تاو بكره في مباراه طلع الجيش في المدرجات يساندوا النادي الاهلي.